النهارده يا جماعه انا متحمس جدا العب تاني مره لعبه جاتا الصينيه. مبدئيا يا جدعان احب اشكركم على تعليقاتكم الجميله، والنهارده يا جدعان هنعمل كام حاجه انتوا قلتوا لي عليها المره اللي فاتت، فتاكدوا بقى ان انتوا عاملين لايك وعايزكم متحمسين زي الراجل ده. طبعا هنختار جاك وهنبدا بقى ننطلق على فين يا جماعه؟ في مقر هناك رهيب، وقلت له اجيب عربيات، فانا ان شاء الله هيبقى من ضمن المهمات بتاعتنا نجيب عربيات، وفي نفس الوقت يا جدعان هنروح للمقر اللي انتوا قلتوا لي عليه. يلا خلينا نشوف ايه ده، توك توك على اخر الزمن. ماشي يا عم، هات التكاتك، اهم حاجه يكون في بوست. اوكي طبعا الحمد لله بدات اظبط التحكم يا جماعه. شوفوا شوفوا شوفوا، يلا بحطه يلا بحطه يا نسا. سوري يا معلم، سوري، خطا. ايوه كمل كمل كمل، والله البتاع بيرقص لوحده يا جماعه. كمل يلا، حاسب يا جدع يا عم، ده اسمه كلام. ايه ده، الله 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 الله، وفي هليكوبتر كمان. اديني يا زعيم، ايه ده هيتقبض؟ ايه يا عم؟ يا عم مش شرط تمسكه، هو ما تمسكنيش انا، والله لسعني حته واحده يا جماعه، طبرت على وداني. الله اشوف، او مش انا اللي موقعه. لا والله انا حتى اموت يا جماعه. انت وازاي؟ خسرت، والتيك توك كمل. والله شكل التيك توك هو اللي داسني. يا حلاوه، انا اتفضل يا باشا، اللي بحوش اعطيهولك. ايه ده؟ ايه ده مديله يا زعيم؟ ايه يا جدعان بيشتغلوا بعض ولا ايه؟ ايه يا جماعه ده مش فاهم، انا راح في الاسم بيستهبل. انتم مدينا بقى فرح واستهبال. اوكي ده مش كمين يا جماعه، ده استهبال هنا والله. طب انا عايز عربيه يا كابتن. ظبطنا طرف عربيه، لسه مقبضكم من شويه. الله شكلهم ناس محترمه يا جماعه، سايبين العربيه. يلا خلينا ننطلق. سلام. ليش يا باشا؟ هاخد كده هعمل لي كمين كده واجي لك ان شاء الله في السريع. ها سلام يا جماعه. الله يا جماعه، اوعى الشرطه، انا خلاص استهبل انت كمان ولا ايه؟ خلينا نظبط. ايوه ادي شويه بنزين. اديني افتح وانطلق. اوه يا جماعه العربيه طلقه سريعه. العب ربنا يستر على التهنيك. تمام، هنشوف بقى المكان اللي انتوا كلمتوني عليه، لان ده مش هيبقى سهل خالص يا جماعه. بس قبل ما ننطلق، انا فلست صح، انا نسيت والله ان انا معيش فلوس، معايا 291. طب نلقي نظره هنا، ايه رايكم؟ والله خلينا نلقي نظره يا جماعه، اروح من غير حاجه يعني، تبقى ايديا فاضيه. ده اسمه كلام؟ طيب خلينا نشوف. ايه ده، مين اللي جالي؟ استنى كابتن، استنى. ايه المكان ورا هناك كمان؟ يعني ارجع 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 ارجع. ايه نخش المحل، يا رب يكون في حاجات كويسه. اوف 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 اوف، بس عربيه اتخرشمت واتخبطت. باشا عندك حاجات حلوه كده؟ ده مرزعك واحده والله، وريني. طبعا ده مش هيفيدنا قوي. وده ايه ده؟ لا يا عم احنا عايزين حاجه جامده كده. مفيش حاجه طيب نقدر نجيبها حنينا؟ مفيش غير ده يا جماعه اللي نقدر نجيبه؟ لا ده باعلان. طب واللي فوق ده؟ لا ده نشتريه، ده نشتريه. طب مفيش ده، ده ما ينفعش باعلان. طب مين منكم قدر يجيبه يا جماعه ده؟ 8000 كتير بصراحه، تحوش رقم مش طبيعي. بس احنا ممكن نجيب زماره نزمر بيها. طب ايه رايكم؟ خلينا نجيبها يا جماعه. المرة اللي فاتت انا جبتها بس ما اعرفش راحت فين. خلينا نشوف. اوكي نقدر نغيرها، نجرب الزمارة عليه. والله حلو ده، نزمر له يا جدعان، اي حد يستقبل نزمر في وشه. وراح فين صاحب المحل؟ بقى يا حبيب قلبي باشا. تعال انا خدت اسعار، خلي لي اعمل خصم بعد كده، سامع ولا لا؟ طلع يجري ويسيب المحل يا جماعه. طب احنا نخش بقى ناخد اللي احنا عايزينه. خلينا نشوف، جات لنا رساله تقريبا. اوكي خلينا نفتح الرسائل. خير اللهم اجعله خير. ده ماكس يا جدعان. ايه يا عم ماكس انت كمان؟ فكك مني بقى يا عم ماكس، مش عايزين وجع قلب احنا بقى. خلينا نشوف كده ممكن نشتري ايه. نشتري ايه ممكن ناخده كده؟ صعب يا جماعه، معيش الرقم. الار بي جي ده كان حلو حلو قوي. الاي كي ده بقى كان زمان مظبطين الكلام. يلا مش مشكله، الكاش اللي معايا تقريبا معايا 70. خلينا بقى نشوف المكان على الخريطه يا جماعه. عايز افتح بس الخريطه، حوسه بيني وبينكم. فين فين؟ كبر المكان. انت قلت لي في انه ده انا قريب صدقوا. قول لا لا، ده في طيارات يا جماعه، يا حلاوه. ده في مجد، في سفينه هناك. طب احنا ناخد الطياره بقى ونروح على هناك ولا ايه الكلام؟ شكلي والله هعملها يا جماعه. حلو، شكلي ليلتنا النهارده بس هنقضيها. خلينا بس ايه نطلع من هنا الاول، نرجع مرشدير. حلو، واحدة واحدة نبدأ بقى ننطلق لهنا يا جماعة، ونطلع من الكوبري هو اللي هيودينا للمكان اللي انتوا قلتوا لي عليه. فتأكدوا يا جماعة لو انت لسه جداد معانا في القناة، الزرب الأحمر تحت دوس عليه بسرعة، حنون الرصاصي عشان تنورونا وتشتركوا معانا، عشان هنوصل بقى للمكان العالمي
اللي هناخد منه حاجات رهيبة. ادي بوست خلص خسارة. ثواني يا جماعة خلينا بقى نفكر هنخش للمكان ازاي. ياب لازم نخطط زي جي تي اي. لا خلي بالك جدع العربيات هنا بلاستيك فرقعلي الكاوتش. لا والله والله العربية بترقص يا جماعة. يا عم انا ناقص يا عم انت بتستقبل مش تفتح انا لسه بس انت اللي تاخد بالك يعني كمل. ممكن يا جماعة نشوف من الجنب من هنا اكيد في. ايوه اقف يا جدع العربية سريعة ولا فيها ايه؟ اوكي استنى كمل. تقريبا كان في فتحة صغيرة هنا. انت قلت لي اروح ازاي بس ما قلتليش اخش ازاي. ما دي الحوسة بقى بيني وبينكم. اوكي خلينا دعبس. طب عربيتي يا جدع الحقني عربيتي خربانة باشا. عامل له كمين حاسب يا باشا. ايه ده ده واحد راح يركب عربية شرطة. ثواني يا جماعة الناس بقى الناس اللي معاها عربية شرطة اركن انا على جنب والله. شرطة بلوزاليز اركن اركن يا جدع. خلينا نزنوه هنا كده. ايوه بس انزل والله انزل مش مانع عينك انا ولا ايه؟ مش انزل يلا سلم ودنك. تعال 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 انزل. طب انا بقى اصبح عليك. ايوه بس اللي ابعد الطيارات انزل والله. لا ولا حصل اي حاجه يا جماعه. ده بيزمر لي كمان. جيب لك زماره زمر مية وانا عايز بقى. طلع يجري. طب استنى بقى المكان ده ممكن اعدي من الزور الصغير ده. يا عم تمشيها ما انا شفت بطني اهو اعمل ايه تاني. كرش هو اللي عامل لي مشكله. طب احنا ممكن نجيب عربيه كبيره. يب لازم نفكر بالذكاء. لو جبنا عربيه كبيره يا جماعه نقدر ننط من هنا جامب صح اظن. العب لا انا كده اتحمست بقى. انا ايه لازم اشوف حوار العربيات. انتوا قلتوا لي يا جدعان اقدر اجيبها اتفرج على فيديو. يا سلام ده انا ختم الفيديوهات. فين العربيه؟ عايزين عربيه حجمها. العب في دبابات يا جماعه. الله 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 في حاجات رهيبه. في فراخ وفي بط وفي وز وفي طيارات. في شويه حاجات جامده ممكن نجيبها. طب ايه رايكم والعربيه الغريبه دي كمان خلينا نجيبها. اكتر واحد منحوس في العالم يعني يوم لما اجي اتفرج على العالم واختمه العربيه تجيلي بس الناحيه الثانيه فاش اركبها من هنا يا خص. طب اعمل ايه طيب يا جماعه ونعمل ذكاء العربيه. طب يا عم اللي عامل البتاع البتاع العربيه انت بتستقبل رميها لي انت بنخش ازاي اجيبها يا الرخامه. والله يا جماعه لو كانت تظبط شويه كان زماني ركبتها. جبت عربيه ثانيه يا جماعه ويا رب يا رب تكون ظبطت. شيل ايوه اخيرا. بس عايزين نغير الجو يا جماعه. ياب 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 خلينا اغيره خلينا الصبح يا عم. احنا ناقصين احنا عارفين نشوف في الصبح عشان نشوف بالليل انت كمان. اوكي 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 كده كله جاهز. المفروض بقى على كلامهم العربيه دي بتطير يا جماعه. تخيل اركب كده سريعا. العربيه المعفنه دي ما تشتغل. الكاوتش خربان كده ليه؟ دوس بنزين يا حبيبي. ايه يا جماعه العربيه المعفنه دي مش شغاله ولا ايه؟ طب شغل ده. والله ما مصدق. ايوه انطلق. طيب لمين شمال؟ حط هنا يا معلم. دي بتهزه بس يا جماعه. انا مش مصدق اللي بيحصل فيا ده والله. والله والله ما مصدق. يا عربيه معفنه امشي امشي انت بتعب. اوعى تقول لي موت. اوعى تقول لي ما مش ناقصه بقى عكعك بقى على الصبح. اركب حاول محاوله ثانيه يمكن تكون. والله غريبه يا جماعه التحكم فيها مش طبيعي. يا ريت ما تقوليليش اشغلها ازاي. خليني افتح التليفون يا عم اشوف انا طيب نفسي والعربيه. السلام. وجبت العربيه الجديده يا جماعه اللي مش شغاله طلعت خربانه طلعت اي كلام سلق بيت. الله حطت عربيه معفنه ما تستاهلش. ايه رايكم امر بالشنب بتاعي. اوكي خلينا ايه نشوف نقفل بقى التليفون خالص. خلاص يا عم انت فرحان بنفسك اقفل انت كمان يا جدع. الخطه بقى كالاتي اللي احنا هنضطر بقى نوقف اي عربيه من هنا وبعد كده بقى نعمل ايه نروح على المكان هناك. اوف 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 باشا والله شكلهم مش بيتفاهموا يا جماعه. خلينا نجري نجري بسرعه بسرعه بسرعه. هنزمر على الكابتن ده باشا باشا. انت اطرش ولا ايه يا جدع؟ والله بيشيله حتى العربيات تعبانه هنا. لا ما بتفهموش. انا هحاول بقى عربيه ثانيه اخيره يا رب تنزل وتشتغل معانا. شكلهم بيصلحوني يا جماعه. ايوه كده لازم يعني العين الحمراء. حلو كده نقدر نشتغل الشغل الصح. الناس دي لازم تتربى يا جماعه. نمشي بقى ونربيهم. اي حد يفتح بقه هنوديه على اللوبي. كمل كمل. ايوه نستفتح بالكابتن ده. تعالى يا كابتن تعالى نصبح عليك. لا لا مش دخلنا جوه هنا. كمل. حلو يا مين البازوكه غريبه كده. يا جدعان مستحيل عربيه تقلب دبابه. ايه الهبل اللي انا بشوفه ده؟ خلي بالك يا جدع. طب احنا ممكن بالمسافه بتاعتها يا جماعه نقدر نخش هنا عادي صح؟ لو ما كانش كده بقى ما كانش في طريق هضطر اقف عليها ونط جامب. ان شاء الله تظبط. خش كده البوابه نفتح لهم يا جماعه الحاجه غصب عنهم. كمل. اوعى جدع اركن على جنب برضه مفيش ولا مكان.
اوكي دخلت صح؟ وقف يا جماعه، دخلني وطلعني ليه يا رخم؟ انا كنا ماشيين حلو، كنا ماشيين زي الفل، لوز اللوز. اقدر اخش هنا صح يا جدع؟ والله يا جماعه كنت تقريبا شبه دخلت. خلينا نحاول محاوله ثانيه، يمكن لما اديها سبيد ودفعت تدخلنا جامبو نستهبل جوه. كمل كمل، بنزين 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 بنزين، شير 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 شير. ايوه آه، في فتحه في فتحه. طب كويس. طب انتوا عاملين وجع القلب ده في الاخر خالص، في فتحه. بذمتكم مش هتدخلني دي؟ انا راضي ذمتكم يا جماعه. طب انت عاملها ليه اصلا؟ طب انا بقى الحل بقى دلوقتي ان انا اجيب طياره. ايوه جبنا الكلام الكبير والناس بتستقبل بقى. بتشير الطياره ده، انتوا رخمين. اركب يلا. الحمد لله. اظبط بقى يا جدع يا جدع، سيبنا يا عم انت كمان. لا 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 لا، ارجع 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 ورا شويه. تحكم ازاي غريب؟ استني يا طياره، شيري طيب لفوق. ايوه شكرا بقى، يلا الله يسهل لك. اهم حاجه احنا دخلنا المطار، تولع مش مشكله يا جماعه. اظن يا جماعه احنا كان المفروض دخلنا جوه المطار. ايه ده، البوابه كانت هنا؟ تضحك على مين يا عم؟ اه بقى انت كمان نصين عرف يا جدع انت كمان. ده انا ريقي نشف بالصبح اعمل فرح عشان اخش المكان، فخلق البوابه قدامي. اه يا جماعه لفيت لحد ما قلت يا بس، ما اعرفش ظهرت فجاه ولا ايه. هو ده المكان اللي المفروض فيه الحاجه؟ طب استنوا خلينا نجيب احسن ايه حاجه نركبها. جبت سكوتر، يا رب كده يبقى حاجه بقى رهيبه يستاهل. ليه من اولها من بدايتها؟ يمشي حبيبي. اوكي خلينا اول حاجه نعدله. ايوه كده يا راجل نقدر نمشي كويس. لف بقى وظبط حالك. سلام، تحس انت باشا قاعد انت برنس. كمل، عندنا في طيارات. ثواني يا جماعه، ده المطار نفسه، انا فكرت مقر للجيش. طلع لا يا معلم، ده لسه بقى نشوف المقر التاني. ثواني، هنا الطيارات شغاله يا معلم، المكان رهيب. ممكن ناخد لنا بقى طياره الاغنياء. ياب ناخد طياره كده خاصه وننطلق بقى بدل المعفنه اللي كانت فرقع بينا. شكرا. بس قبل يا جماعه ما اتاكد ان هي تتركب، عايزين نتاكد برضو من المكان اللي نقدر ننزل فيه. دي لعبك والله، شكلها شغال. اوكي انا حددت المكان على الخريطه يا جماعه، جاهزين؟ ياب هو ده المكان. ننزل هنا بقى ناخد طياره، ولا احنا كده كده معانا طياره؟ ممكن نشوف طياره هنا حلوه وبعد كده ننطلق للانطلاقه بتاعتنا. يبقى ده هدفنا الاولاني. اوكي، وهدفنا بقى الثاني بعد ما نظبط الكلام. خلينا بس اظبط الحاجه. لا ارجوكي خليكي بقى شغاله كويس، هنظبط بس ايه الجو كده عشان نقدر نشتغل عليه. حلو كده، كله تحت السيطره. اركب يا معلم. عايزين بقى نطير بيها. استنى استنى، خدها بس لمين لمين، حكم صعب. استنى نقلل شويه يا راجل. العربيه الطياره. اوكي اوكي، صعبه يا جماعه يا حلاوه. ايه ربيها ربيها ربيها، صعبه اتحشرت مني. كنا المفروض ناخدها على بالراحه، بس في طياره تانية. ماشي ماشي، ممكن ناخد الطياره الكبيره دي، هتبقى مش احسن حاجه، بس للاسف التانيه جت اتحكم فيها ما كانتش سهله. دي اكبر منها يا جدعان 100,000 مره. اوكي ممكن نركب يا باشا؟ ينفع نركبها اصلا؟ اه والله ينفع، بس ما تظهرش على طول، لازم. ايوه ركبتها. انا عايز بقى اتحكم فيها الاول. نحو دي الاول شمال وندوس بنزين حته صغيره. انا خلاص بقيت طياره يا جماعه، بس هي على قدي. واحده واحده، استعجلش، دي بنزين حبه 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 كده. ايوه تدي بقى اشاره، تدي كله شمال لسه شويه شويه عشان بس الطياره بتاعتنا ما تتدمش يا جماعه. نحاول نظبط اتجاهاتنا. ايه يا عم ده كمان، خدها على واسع. اوكي هناخد من اول المدرج، بس الطياره اللي طالعه دي بقى المفروض توسع علينا ما تستقبلش. ناخد كله تمام، نقدر بقى نحطها على المدرج وبعد كده ننطلق. الانطلاقه بقى الجايه هتبقى مش سهله. خلينا هدي شويه لحد ما نشوف الطياره دي تطلع من على المدرج، بعد كده نبدا احنا ناخد الدور بتاعنا. ايوه طلعت، مع السلامه. يلا 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 يلا، زود بنزين زود بنزين. ادي بقى لمين، لازم نهدي هنا شويه. ياب ياب ياب، كمل. يلا يا طياره خلينا نكمل. يلا يلا، ازاي يا جماعه صعبه والله، التحكم غريب. انا وقفت هو على المدرج مؤدب. ايه بس كده، انا مكستها المفروض بقى تطير. يلا 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 يا طيار،
الله يا طيارة بتعمل ايه يا طيارة؟ تير الله يسهل لك. بتعمل ايه؟ دخلت تحت الارض يا جماعة، انا مش مصدق نفسي بصراحة، لازم يحصل فيها كده. ايوه الله بقيت لعيب، خدت وقتي بس بقيت لعيب. يلا 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 الحمد لله يا جماعة، كنت بعاين عشان اسوقها والله. ايه مبدئيا يجي مني دلوقتي صح؟ طب كويس احنا جهزنا عشان نقدر بقى ايه نشتغل على الطيارات اللي بجد. خلينا نشوف كده على الخريطة ايه النظام. لسه والله قدامنا مشوار. اوكي ده احنا بعاد قوي. هانت يا جماعة، شايفين المكان اهو متقفل، ده اللي مش مسموح لنا نخشه. اوكي خير، روح طيب المركب يا معلم. هاي نجيب الطيارات الصح ونجيلكم تاني. طبعا دي مركبة شحن على ايدنا اليمين، المفروض دي حربية يا جماعة بس ما فيهاش حد. هنجيب طيارة ونبش عليهم من هنا. ايوه بدأت تظهر اللعب. الله 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 الله، عايزين بقى ايه المشكلة بقى ايه؟ هدي واحدة واحدة، حاول اهدي. المفروض ناخد من اول المدرج صح؟ ياب ياب ياب، خليك من اول المدرج احسن لك عشان ايه ناخدها على الاقل من مهلنا. ولكن لسه هي طيارة بجد يا جدع. اكمل واحدة واحدة، هادي 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 عشان ما تحصلش مشكلة. مام والله الطيارة مساعدانا يا جماعة، رغم ما كانت في الاول قرفانة. اللعب شكرا. لا بجد الطياره دي احتذى بيها يا جماعه، خلينا نركنها على جنب كده بقى عشان ما تقرفناش. كملي مسيره نجاحك بقى انت مع نفسك. ايه نغير الحاجه بتاعتنا بس كده بيرفكتو، هنروح بقى ننطلق للطيارات. طبعا يا جدعان لو جينا بصينا على الماب جنبنا خطوتين، ما اظنش اللي هناك ده لوحده، هو المكان اللي معزول هو ده الصح. اوكي لو في حاجه تانية يا ريت تقولها لي يا جماعه، بس لو كده ما نعملهاش المره الجايه. من انا اتشرخت والله. لا اوكي اللعب سريعه المقر بتاعهم يا جماعه. هدي هدي. لا 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 استنى يا جدعان، استنى استنى احط طياره، احط طياره يا باشا، باشا طياره. قوات خاصه. لا 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 اوه يا جماعه استنى يا جدع. كي 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 اقوم بس اقوم بس، بعد كده اعمل اللي انت عايزه. حشرني في اسوء مكان. اوب حلو حلو حلو، اركب 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 اركب. تير تير يلا. ايوه ناخد طياره مهمه رجعت. العب واخدنا هليكوبتر. اوه في اللي اجمد منها. استنى استنى كمل كمل كمل، طياره بتقع طياره بتقع. لا 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 كملي كملي كملي. بتعافر يا جماعه، منشين عليها بالليزر مبهدلينها. لا لا ارجوك ارجوك كملي فوق يلا. لا كنا عايزين ناخد الخاصه، ارحموني بالقناص. اوعى يا جدع. استنى 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 استنى، هرسي 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 بموت. هركبها وخلصان طيبين. لا يا جماعه ولا يا عم، انا كنت بتحرق عليك ترسلها. الرخامه، الاعلان رفرفني من تاني يا جماعه، شكرا للاعلان. اجري اجري والله، بسرعه 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 اركب. لا يا ظلمه لحقت تفرقع ازاي يا جماعه؟ دي المفروض المفروض ما تفرقعش. اوعي يا جدع انت كمان. الله اركب الدبابه اعمل معاكم الصح بقى عشان انا زهقت. ايه ده انت حددت على الكابوت يا عم، انت بتعمل فيه ايه يا عم؟ حرام عليك يا جدع والله يا جماعه، شني على الكابوت بيستقبل. ايه قوم قوم. ايوه ايوه حاول نرقصهم نرقصهم على الشناكل. هدفنا يا جدعان نركب الدبابه. يلا 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 حلو. بصوا واقفين ازاي، شوفوا الواد وشقاوته، والتاني هيلقطني بالقناص. اركب انا الدبابه واظبطكم التظبيطه الصح. اركب. شكرا. تعالى يا باشا تعالى انت وهو، تعالوا عرفتوني. تعالى انت كمان ارجع ارجع ارجع. ظبطهم ظبطهم. تعالى شن ازاي من جوه؟ ازاي جابنا ايه ده انا في ايه؟ هو في اوه في دبابه ثانيه. سواء دبابته يا جماعه ولا دبابته هو ولا دبابه مين بالظبط؟ مش فاهم حاجه. كمل كمل يا وحش، اهم حاجه تاخد الدبابه. ما تستني يا رخمه، انت بتجري لوحدك هتحارب لوحدك مثلا؟ مش فاهمك انا. والله الدبابه طلعت غداره يا جماعه. تعالي تعالي اركب. حلو العب. فنست جوه الدبابة. يا رب يكون عجبكم فيديو النهاردة، كانت أصعب حاجة نعملها النهاردة. كورس جديد مع السيوب جيمنج، يلا سلام.